نيجي هلا لنظام اللي راح يشتغل عليه المقاول بعد التعريض، ومواسير التغذية الرئيسية راح تيجي عندنا العقدة، عقدة المشروع، عقدة المبنى، وهي راح يكون فيها علب إنارة، علب إنذار حريق، ممكن يكون عندنا كاميرات، ممكن يكون عندنا سماعات إلى آخره. فخلينا نشوف كيف ممكن نسلم العقدة أو نحكي التمديدات الكهربائية للعقدة بما فيها من أنظمة، من خلال مواصفات، نشوف شو مواصفات العلب والمواسير المستخدمة، ومواصفات أو طرق تركيب هاي العلب والمواسير. هلا زي ما شايفين الصورة هاي، العلب اللي بنستخدمها هاي بالعقدنا عبارة عن علب بلاستيكية زي هيك، لها 8 مخارج بألوان مختلفة. طبعا هاي العلب يجب أن يكون معها زي ما حكينا شهادة مطابقة للمواصفات الفلسطينية، حتى نتأكد أنه هاي العلب العزلية تبعتها ملائمة للتمديدات، ما بينزل فيها مي، يعني كل الأشياء المطلوبة لتحقق هاي العلب الهدف المرجو منها تكون موجودة. فممكن واحد يجيب لك علب زي هيك بس معها الشهادة ونركبها، بعد شوي نشوف أو نلاحظ إنه مثلا بتسرب مي لهاي العلب أو إنه السهل كسرها. ففي شغلات كثيرة إحنا ما بنشوفها وما بنقدر نعرفها بالعين مجردة إلا يتم فحص هاي المواد وهي العلب، وهذا حكي بوفر لنا إياه شهادة المطابقة للمواصفات. إذا ما حها شهادة مطابقة للمواصفات معناته هاي العلبة مفحوصة، سواء فيما يتعلق بالعازلية ضد المي، عازلية ضد التيار إلى آخره، قوة التحمل، المقاومة ضد الاحتراق، كل هاي الأشياء بتكون مفحوصة وبالتالي بنركبها واحنا مطمئنين. طيب هلا هاي العلب اللي بنستخدمها احنا في التمديدات السقفية في البطون، والبرابيج نفس العملية، في عنا البرابيج هاي برضو بألوان مختلفة، هاي كمان بنستخدمها في التمديدات بألوان مختلفة، كل نظام بيستخدم لون مثلا معين. وطبعا هاي العلب الجانبية اللي بتتركب على الحيط بيكون جوات المفاتيح، الأبريز إلى آخره. هاي الكوابل اللي بنستخدمها، الكوابل طبعا الكهربائية بأسماك معينة، كوابل مثلا الكمبيوتر إلى آخره. يعني هاي عبارة عن لوحة عليها العينات اللي بده يستخدمها المقاول. المقاول قبل ما يستخدم أي أو يجيب أي مواد بده يجيب لك عينة أو كتالوج لهي المواد، وعشان ياخذ موافقه على هاي المواد قبل ما يجيبها. ففي معظم الاوقات المقاول بقدم مثلا زي هيك، خصوصا المشاريع بقدم لوحه زي هيك عليها العينات اللي بده يجيبها، مثلا عينات العلب السقفيه، عينات العلب الجانبيه، الابريز، المفاتيح، الكوابل الى اخره، يجيب لك اياها مع الكتالوج او داتا شيت لهم، وبطلب منك موافقة على استخدام. هلا انت بتفحص هاي العينة وبتشوف مدى ملائمة هاي العينات للمواصفات المطلوبة، وبالتالي بتعطي موافقة عليهم او على بعضهم، وبترفض البقية حسب اذا مخالف المواصفات، او بتعطيهم موافقة، بتعطي موافقة عليهم كلهم. هلا الاشي اللي بتعطيه عليهم موافقة بروح بجيب زيه، بتظل هاي العينة موجودة عندك حتى تتأكد انه البقية المواد اللي بده يجيبها، يعني مثلا بتوصل على 1000 علبة، اعتمدت له انه علبة معينة نوع علبة، بتوصل على 1000 علبة، العلب اللي بده يجيبها المفروض تكون نفس هاي العلبة اللي اعتمدت له، نفس العملية نفس الابريز والمفاتيح والكوابل الى اخره. وطبعا هاي العينة بتظلها عندك في المكتب اثناء تنفيذ المشروع، لا يخلص المشروع حتى تتأكد انه كل شيء بيجيبه مطابق للعينة اللي انت اعطيته عليها موافقة. اما العينات اللي انت بترفضها بده يضطر يروح يجيب عينة ثانية، تقدم لك اياها مع الداتا شيت لها وتفحصها، تشوف مدى ملائمتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وبعدها تعطي عليها موافقة او لا.
هلا العلب السقفية تكون علب المصابيح ذات الأغطية وذلك لحماية الأجزاء الحية بداخلها من اللمس العرضي. يجب أن يكون هناك أي حواف حادة قد تحدث أي ضرر للأسلاك. يعني بالعبارة أو بالمختصر المفيد، العلب السقفية هاي بده يكون لها طبعا غطاء، يعني هاي اللي بتحكي عنها المواصفات بده يكون لها غطاء، ما فيها أي حواف، قد هاي الحواف تعمل على خدش الكيبل او السلك اللي بده يمر في هاي العلبه. بس صحيح هذا مش كافي، يعني لحاله انه هذا مش كافي، الاهم انه هذا كله انه يكون معها شهاده مطابقه للمواصفات. اذا كان معها شهاده مطابقه للمواصفات خلاص، هاي الشروط بتكون اوريدي متحققه. بس ممكن يكون عندك في سوق مصنعي، يعني ممكن يجيب لك علب معها شهاده مطابقه للمواصفات بس يطلع لك مثلا كم علبه فيها مشكله، مكسوره، فيها حواف حاده. انت مش راح تفحص كل العلب، ولكن على الاقل يعني لو فحص لك عينه من العلب اطلعت عليها مع حشد مطابق المواصفات، اوكي اطلعت عليها هيك بعينك انه هل هاي العلب مثلا فيها سوء مصنعيه، فيها حواف بتخدش الكيل السلك، ممكن تكون لونها متغير دلاله على انها كانت مخزنه في ظروف غير نحكي ملائمه، كانت معرضه للشمس، وهذا الحكي اكيد بأثر على عزلية، تؤثر على قوة تحملها. فكل هذا الحكي بدك تطلع عليه كمان، يعني مع شهادة المطابقة المواصفات بدك تطلع عليها بالعين انه تتأكد انه ما فيها سوء مصنعي. ولكن اذا فيش معها شهادة مطابقة المواصفات برفضها على طول. يعني اذا ما جاب لك شهادة مطابقة المواصفات برفض له اياها، بقول له جيب واحد معها شهادة مطابقة المواصفات. هلا جاب لك واحد معها شهادة مطابقة المواصفات، يعني جيد انك تطلع عليها بعينك حتى انه تشوف انه ما فيها اي سوء مصنعية او انها مخزنة في ظروف غير ملائمة إلى آخره. طيب هذا فيما يتعلق، خلينا نحكي أول شيء عن العقدة، تمديدات العقدة، وبعدين نحكي عن تمديدات الجانبية. فهي العلب للجدران خلينا نحكي عليها كمان شوي. البرابيج، اللي بستخدمها في تمديدات العقدة. هلا نفس العملية بده يكون مع البرابيج، مع هاي المواسير، شهادة مطابقة للمواصفات. ونفس العملية ما يكونش كمان فيها سوء مصنعية، يعني ما فيش فيها حواف، مش سهلة نحكي الكسر أو الطعج، يعني برضو لونها محافظة على لونها لأنها مفروض تكون مخزنة في ظروف جوية ملائمة، مش مخزنة بالشمس، هذا حكي بيأثر على العزلية، بيأثر على قوة تحملها إلى آخره. هلا بالعادة العلب والمواسير بتيجي بعدة ألوان، يعني شو بنسوي إحنا؟ بنحط لكل او المقاول لما بده يشتغل او الفني الكهربائي لما بده يشتغل بخصص لكل نظام مثلا لون معين. لما يكون عندنا مشروع في علب او عدد كبير من العلب، اذا كان كل العلب نفس اللون وكل البرابيج نفس اللون، هذا حكي راح يصير في تداخل ما بين العلب وما بين البرابيج. يعني بتلاقي بربيج مثلا نظام الانذار الحريق رايح على علبة انارة، او بربيج لإنارة نظام إنارة رايح على علبة إنذار حريق، لأنه كل الألوان أو كل ألوان العلب والبرابيج نفس اللون. فعشان نميز ما يصيرش خربطة، ما يصيرش خربشة بين البرابيج والعلب وتداخل بين الأنظمة، يفضل إنه يكون لكل نظام لون. مثلا البرابيج اللون الأسود فرضا، ما فيش إشي يعني نحكي معتمد أو إنه زي ما تقول رسمي إنه والله الإنارة لون أسود وإلى آخره، لا. يعني هاي انت الفني او المهندس شو اللي بيشوفه، مثلا لون اسود لان بيستخدم مثلا الاناره، مثلا لون احمر لانذار الحريق، بقيه الالوان لبقيه الانظمه. العلب نفس العمليه، العلب مثلا الاناره مثلا لو استخدم لها مثلا لون احمر فرضنا او لون اسود الى اخره، يعني بده يكون عندك العلب مميزه عن بعض البعض، حتى انه لما تيجي تستلم العقده، لما تطلع العقده وتطلع العلب وتبلش تفحص او نحكي تاخذ القياسات وتشوف انه العقد منفذ بشكل صح ولا لا، يعني ما يكون عندك تداخل بين الانظمه، تداخل فيما بين، لا، علب الانذار وصلها مثلا اللون مثلا فرضنا احمر، وصلها برابيج الانذار اللي هو باللون الاحمر، مثلا علب الاناره مثلا لونها فرضنا الاصفر، وصلها برابيج الاناره مثلا اللي باللون الاسود الى اخره. فهيك بصف عندك سهل انه مثلا اذا شفت مثلا لون برابيج لونه احمر مثلا جاي على
علبة إنارة على السريع تقدر تعرف إنه هذا فيه المشكلة، فيه صارت مثلا تداخل إلى آخره. هلا هاي في متعلق بمواصفات العلب والبرابيج اللي بنستخدمها في تمديدات العقد. طيب نيجي نشوف كيف أو شو المواصفات الخاصة بتنفيذ العلب والمواسير جوا العقد. هلا بالعقد بيكون في عندي طوب، بيكون في عندي صورة إنشائية زي هيك والحديد إلى آخره. طبعا العلب هاي بتتيجي في مواقعها حسب المخططات التنفيذية. يعني لما المقاول قبل ما يشتغل العقد بياخذ المخطط التصميمي اللي بيكون عليه مصمم مواقع العلب وحدات الإنارة، بحط عليهم الأبعاد، بحط على هاي العلب الأبعاد، مثلا قديش الوحدة هاي جاية من البعد بين الوحدة هاي والجدار، ما بين الوحدة هاي والوحدة الثانية، ما بين الوحدة مثلا والوحدة اللي بعد، وهكذا. فبيعمل عندك، بيعمل لك مخطط شوبو دروينج للعقدة، بكون مبين عليه القياسات والأبعاد العلب الموجودة. يعني كل علبة عليها قياس قديش بعيد عن الجدار أو بعيد عن العمود اللي جنبه. الأفضل في المخططات التنفيذية يكون حاط القياسات، ماخذ القياسات ما بين العلب وبين الأشياء الثابتة اللي موجودة بالمشروع. يعني بالعقد أنا شو بكون عندي الأشياء الثابتة اللي موجودة بالمشروع؟ هلا التقطيعات الداخلية بتكونش لسه موجودة. فإذا حط مثلا بالمخطط التنفيذي بالشوبو دروي، إذا أخذ القياس ما بين علبة مثلا وجدار طوب، طب مو انا عندي على العقد لسه بكونش جدار طوب مش مبين، فكيف بدي اخذ هاي القياس؟ ما بزبط. بس ايش عندي مثلا جدار خارجي يكون موجود، لما ياخذ القياس ما بين علبه وجدار خارجي وانا على العقد، سهل جدا افحص ما بين، اقيس ما بين العلبه والجدار الخارجي، وبالتالي بكل بساطه بتاكد انه هذا، ان العلبه هاي جايه محلها الصح ولا لا. مثلا الاعمده الانشائيه بتكون موجوده بالعقد، فإذا كان ماخذ القياسات ما بين العلب والأعمدة، سهل جدا أتحقق من صحة هاي المكان أو أماكن هاي العلب ولا لا. بس إذا كان مثلا زي ما حكينا ماخذ القياسات ما بين العلبة وإشي مش موجود زي جدار طوب أو إلى آخره، هذا حكي لسه أنا بالعقد ما بكون مبين عندي، فبالتالي ما بقدر أتحقق من صحته، ما بقدر أتحقق من صحته. شغلة مهمة كمان في المخططات التنفيذية بالنسبة للعلب العقدة، إنه يكون ماخذ الأبعاد أو القياسات ما بين العلب والجدران أو الأعمدة، مش ما بين العلب والعلب. يعني إذا مثلا أنا لو فرضنا عندي غرفة، عندي إذا كان عندي مثلا غرفة وهي الغرفة فرضنا فيها 5 علب على استقامة واحدة، وبالمخطط التنفيذي أخذ المسافة ما بين العلبة الأولى والجدار، بعدين أخذ المسافة ما بين العلبة الأولى والعلبة الثانية، وبعدين المسافة ما بين العلبة الثانية والثالثة إلى آخره. وعند التنفيذ أجا حط أول علبة وأخذ القياس ما بين العلبة والجدار وراح غلط فيه، راح غلط فيه. وبعدين لما أجا أركب العلبة الثانية أخذ القياس ما بين العلبة الأولى والعلبة الثانية. هل حتى لو القياس ما بين العلبة الأولى والعلبة الثانية صح، بس القياس ما بين العلبة الأولى والجدار طلع غلط، راح يطلع كل شغله ماله، كل شغله راح يطلع غلط. فعشان هيك الأفضل إنه يكون ماخذ القياس ما بين العلبة الأولى والجدار، مثلا العلبة الثانية مع الجدار وهكذا. هيك لو طلع عندك غلط في، لو ركب علبة غلط، بكون عنده الغلط بس في علبة واحدة، ما مش كل العلب مش كل العلب المعتمدة عليها راح تطلع قياسها غلط. فهي كمان شغلة. هلا في العقدة، أهم شغلة بالعقدة نطلع على أماكن العلب، هل هي موجودة في أماكنها الصحيحة ولا لا بناء على المخطط الشوبو درو. طبعا فرقية 5 سم بلس ماينس 5 سم العلبة مزجوحة من مكانها، يعني مش هالإشي الكبير، بس أكثر من هيك بصفي عندي مشكلة ولازم أرجع العلبة، أحط العلبة في مكانها المناسب. هلا لما يكون عندي أنا عدد كبير من العلب، 1000 علبة مثلا، يعني منطقي أو من المعقول إن أفحص أو أشيك على قياس وأبعاد هاي العلب القياسات ل1000 علبة. هذا حكيت بدي أقيس وبدي أخذ، بدي أقعد لي يمكن يومين وأنا أقيس العلب
مش كثير يعني مطلوب منك تقيس على او كل العلب. هلا في الاماكن اللي بكون في عندي انا فول سيلينج في المشروع، الاماكن اللي بكون في عندي فول سيلينج لو العلبه انزاحت من مكانها 5 سم 10 سم، لو انزاحت قد ما تنزاح، بما اني في عندي فول سيلينج اذا مكانها اصلا هو مش راح يغلبني، لانه في النهايه لما بدنا نركب الفول سيلينج بدنا نسحب بربيج من العلبه على الفول سيلينج على الموقع اللي جاي في الفول سيلينج. فهون المكان العلبه في المكان في الـ في الاماكن اللي فيها فول سيلينج مش كثير مهم. بس وين بركز انا؟ بركز على الاماكن اللي ما فيها فول سيلينج. الاماكن اللي ما فيها فول سيلينج هاي بتسبب لي مشكله. اذا كانت العلبه مكانها مش صح، كانت العلبه في البطون وما فيش عندي فول سيلينج في هاي المنطقه، اذا كان مكان العلبه غلط مش صح، بكره بعد العقده يعني راح المقاول راح اتغلب جدا، لاما الى اصلح مكان العلبه. العلبه راح تظلها موجوده، مش راح اقدر الغيها، مش راح اقدر الغيها لانه بكون جاي عليها برابيج، عده برابيج، فبالتالي بدك تضطر تعمل جنبها او في المكان المناسب علبه اخرى، والعلبه هاي راح تخليها فمنظرها مش راح يطلع ايش، راح يطلع يعني مؤذي. فعشان هيك في المشاريع الكبيره واللي فيها عدد كبير من العلب ركزوا على الاماكن اللي فيش فيها فول سيلينج. على الاماكن اللي ما فيها فول سيلينج هاي بدك تتاكد من مواقع العلب انه صح ولا مش صح. الاماكن اللي فيها فول سيلينج هاي يعني زي ما حكينا، لو كان مكان لو اطلعت على العلبه موجوده ولا لا، بس بدون ما تطلع على قياسها حتى انه يخفف عليك. هلا بالنسبه لطريقه تركيب العلب والبراج، إذا المرحلة الأولى لازم يكون حط العلب في أماكنها الصح حسب المخطط. الخطوة الثانية إنه يكون عندي تركيب العلب بشكل صح. كيف يعني؟ طلعوا العلب اللي هون، هاي العلب. هلا هاي العلب إذا ما كانتش مركبة بطريقة صح ومثبتة بطريقة صح، ممكن بكل بساطة مع ضغط الباطون في العقدة، مع ضغط الباطون النووي، إذا ما كانش العلبة مثبتة بشكل صح تطلع من محلها، وإذا طلعت من محلها هاي خربنا، راحت العلبة، مكان العلبة راح، لا بقدر استخدمها، بدك تضطر تقعد تحفر عليها من أول وجديد. فعشان هيك العلب لازم يكون مثبتة في غبار العقدة بشكل جيد. تلاحظوا هون في مكان المسامير، هاي كل علبة مدقوقة فيها مسمورين مثبتة بشكل جيد. البربيج اللي داخل بالعلبة نفس العملية، بده يكون مثبت بشكل جيد ومربوط البربيج في الحديد حتى انه مع ضغط البطون ما يفلت البربيج من عقد من العلبة، لأنه صار عنده مشكلة. إذا تكون علبة مثبتة بشكل جيد، البربيج مثبت بالعلبة بشكل جيد، وبعدين بدك تطلع على البرابيج هاي. مثلا في عندي انا علبه هون علبه هون، البربيج هذا مثلا واصل بين العلبه هاي والعلبه هاي، بده يكون مثبت بالطرفين، بدك تتاكد انه في اتصال مثلا ما بين العلبه هاي حسب المخطط. حسب المخطط مثلا في اتصال ما بين العلبه هاي والعلبه هاي ولا لا؟ اوكي في، بده يكون فيها برابيج. اذا مثلا حسب المخطط في اتصال بين العلبه هاي والعلبه هاي وهون فيش، معناته في عندك هون مشكله. بعدين العلبه مثلا فرضنا هاي جاي عليها بربيجين حسب مخطط تصميم تنفيذي، سوري، هون طالع منها او جاي عليها بربيج، وطالع مثلا منها بربيج للعلبه الثانيه او للمفتاح، بده يكون عندي هون كمان نفس العمليه، طالع مثلا البربيج رايح على مكان ايش المفتاح. اذا بدك تشوف البرابيج الوصله بين العلب جاي بشكل صح ولا لا، البرابيج الوصله ما بين العلب ومفاتيح الاناره طالع عندي مثلا في مثلا العلبتين هذول جاي عليهم مفتاح، فبده يكون عندي طالع مثلا البرميج من هون على مكان المفتاح. مثلا هذول الثلاث علب موصلين مع بعض، سوري، هذول الثلاث علب موصلين مع بعض، وبعدين جايهم مفتاح وجايهم خط رئيسي من اللوح، فبده يكون جاي عليهم مثلا برميجين، واحد يغذي للمفتاح ومثلا كمان خط للتغذيه الرئيسيه رايح على اللوحه الموجوده بهذا الطابق، فبدك تتاكد انه هذا الحكي موجود. تتاكد اذا من البرابيج العلب اللي ما بين العلب
البرابيج اللي ما بين العلب والمفاتيح، والبرابيج اللي بين وحدات الإنارة واللوحة الكهربائية، اللوحة الفرعية الموجودة بتتغذي هاي الوحدات. هاي أهم شيء. أوكي. يجب فصل العلبة ووسيلة الإنارة عن غيرها من أنظمة، بفضل أن يكون لكل نظام لون. هذا حكينا بالأول، أنه نستخدم ألوان العلب، عدة ألوان للعلب، يعني علب بنحكي بألوان مختلفة، ونستخدم كمان برابيج أو مواسير بألوان مختلفة حتى نقدر نميز. طلعوا هون مثلا بهاي العقدة إيش في عندي، كم هائل من المواسير. فإذا ما كناش مميزين لكل نظام لون مواسير مختلفة، لما تطلع تستلم العقدة راح تتوه وتضيع، تنزل من العقد بتقول لهم السلام عليكم أنا استقلت. ولكن لما يكون عندك برابيج ملونة بهاي الصورة، والعلب أيضا كمان ملونة، بحيث أنه لكل نظام لون من العلب معين ولون برابيج معين، هذا حكي بسهل عليك جدا في عملية الاستلام والتأكد من مواقع العلب وطريقة التنفيذ. في الأماكن المخفية داخل البطون تستعمل مواسير غير حرارية لا يقل القطر الخارج عنها عن 16 ملم. هلأ أقل قطر ممكن للبرابيج المستخدمة احكي 3/4 انش او 16 ملم، هذا اقل قطر، يعني ما نص انش هاي ما مستخدم، مستخدم على الاقل برابيج 3/4 انش. وهي البرابيج لما يكون عندي البرابيج موجودة في البطون يعني بالعقدة، مش ضروري تكون برابيج حرارية. هلا للعلم البرابيج هاي الملونة بالعادة تيجي تكون حرارية. شو يعني حرارية؟ يعني انه ضد الحريق، بينما البرابيج اللي باللون اسود لا هاي مش ضد الحريق. فلما تكون عندي البرابيج انا والعلب جايات في بطون، بحط برابيج عادي وعلب عادي مش ضد الحريق. بس لما يكون عندي انا برابيج زي هيك خارجية بالعقدة، مش بالعقدة يعني تحت العقدة، هاي البرابيج يجب انها تكون، والعلب اللي تكون موجودة هون يجب انها تكون برابيج حرارية، برابيج وعلب حرارية. زي ما شايفين كل هاي برابيج ملونة لأنها لازم تكون حرارية، حتى إنه إذا صار حريق لا سمح الله إنه هاي تقاوم الحريق أو ما تساعدش على الأقل على انتشار الحريق. هلا لما تكون التمديدات في البطون لو ما كانش حرارية مش مشكلة، ما أصلا هذا لأنها مخفية جوا البطون. طيب هلا يجب أن يكون هناك فراغ بين المواسير والطبار في العقدة. إذا كان الحديد العقدة ضاغط على البرابيج وضاغط على العلب، راح يؤدي إلى أنه راح يطعج البرابيج وراح يسكرهم وراح يطعج العلب، وبرضه كمان يمكن يكسرها ويأثر عليها. فعشان هي بدنا الحديد لما يتنفذ ونحط إحنا العلب ونحط البرابيج، نخلي في مسافة ما بين العلبة، يعني العلبة لما تيجي تحت الحديد يكون في فراغ ما بين العلبة والحديد، يكون في فراغ ما بين البرابيج والحديد حتى انه ما ياثرش على هاي البرابيج. طلع هاي كيف، هلا هاي الحديد جاي ضاغط على العلب، هلا ممكن يكسرها وبالتالي سكرت العلب. نفس العمليه ممكن يكون ضاغط على برابيج يسكره. مراعاه عدم تحميل الحديد التسليح على العلب في السقف، اذا يجب ان يكون في فراغ ما بين العلب والبرابيج مع حديد التسليح. هاي كمان شغلة مهمة، غير انه الفراغ ما بين الحديد والعلب والبرابيج، بده يكون كمان في فراغ ما بين البرابيج نفسهم والطبار. هلا اذا كان البرابيج جايات مباشرة على الطبار، راح نلاقي انه بعد ما يفكوا خشب الطبار كل البرابيج مبينه، هذا حكي مش صح. عشان هيك البرابيج يجب انها تكون مرفوعه عن الطبار عشان يجي تحتيها بطون، وفي نفس الوقت تكون كمان الحديد التسليح يكون مرتفع عنها شوي حتى انه ما يضغط عليه دون مصميه. اوكي طيب هلا هيك بهي الصوره اذا شيكنا على هاي الامور حكيناها، بنكون استلمنا او شيكنا على، يعني اعطونا تشيلكم
شباب بس بينكم الله يسكر المايك. هناك سامر قوي اسمه. هاي طريقه من الزفت اللي سووها اللي هو الدكتور يوم طريقه فتحنا التسجيل شباب بياضات بس مهندس تقدر تعمل له انت من عندك كتم. ما انا بدي اطلع انا ميوت اول احسن ميوت اول ما اطلع عليه وين موجود الخيارها ميوت او هون موجود المكان اوكي طيب نكمل. إذا يا جماعة هيك بنكون خلصنا اللي هو استلام العقد. هلا ممكن لما تطلع على العقدة عشان تستلمها أكيد راح تلاقي بعض الملاحظات، فبتعلم له على المخطط، على الشبو دروفينج، على العلب اللي موقعها مثلا مش صح، على العلب مثلا ناقصة. وطبعا هذا حكي بنطبق على علب الإنارة، علب الإنذار الحريق، لأنه لما ينفذ علب العقدة، علب الترديدات الكهربائية بالعقدة، راح ينفذ كل العلب الأنظمة مع بعض، فراح يكون عندك علب إنذار، علب إنارة إلى آخره. فوين في عندك علب فيها مشكلة بتحط له علامة عليها على المخطط، أو علامة مثلا على العلبة نفسها بتعليم بقلم تعليم، حتى أنه يقوم بتعديل. بعدين تكتب له على استلام، على طلب الاستلام العقدة تكتب له انه مثلا مرفوض، يجب تعديل الملاحظات. هلا بعد ما يعدل العلب او يعدل الملاحظات اللي انت حاطط له اياها، بقدم كمان مره طلب استلام وبتطلع. اللي نمرتين جنب الكونتينر، في كونتينر غير شباب. لا اله الا الله. طيب هلا اذا رفضت له زي ما حكينا، رفضت له العقده وحطيت ملاحظه عليها، برجع بيعدل الملاحظات، بقدم لك طلب استلام كم مره، بتطلع تشيك كم مره، بيشوف انه عدل الملاحظات ولا لا. اذا عدلهم بوافق له على الاستلام، وبعدها بقدر يكمل بالعقده. طيب هلا بعد العقده نيجي عندنا المرحله الثانيه اللي بعد العقده، اللي هو تقطيع الطول. بقطع الطوب، وبعد ما قطع الطوب بحط العلب والبرابيج للتمديدات الجانبية، وقبل ما يقصر، قبل ما يقصر الجدران، بقدم طلب استلام لهي العلب والبرابيج. نفس العملية، بدك تطلع تشوف تفحصهم، تدقق، تشيك عليهم، إذا وضعهم تمام بتعطيه موافقة على إنه يقصر، إذا مش تمام ترفض له اياهم، وبعديها بعدل الملاحظات، وبعديها بقدر يقص. طيب خلينا نشوف شو الشغلات بدنا ندقق عليها فيما يتعلق بالتمديدات الجانبية. هلا اول شغله، العلب اللي بده يكون مستخدمها بالتمديدات الجانبيه اللي هي تركناها قبل شوي، قلنا بنرجع لها. هاي العلب، هاي العلب اللي المستخدمها في التمديدات الجانبية. طبعا هاي العلب أحجامها مختلفة، مثلا في عندي علب بتسع، أو علب بنحكي ثلاثية، علب ثلاثية يعني بتسع ثلاث مفاتيح مفرد، علب رباعية بتسع أربع مفاتيح. هلا البريز، البريز بأخذ مساحة قد مفتاحين، فيعني لما نحكي علبة ثلاثية بتسع إبريز ومفتاح أو ثلاث مفاتيح، بس مثلا ما بتسع إبريزين، الإبريزين بدهم علبة رباعية، فهي كمان إشي ضروري. مثلا علبة بدك تحط ثلاث إبريز جنب بعض، بدك مثلا علبة سداسية،
فحجم العلبة ضروري تعرفه، لأنه بفرق معك. يعني ممكن الخطوات التنفيذية ممكن يكون عندك مفتاح أو علبة مفتاح مثلا فيها 4 مفاتيح، بس عند التنفيذ الفني حاط علبة ثلاثية، في الحالة بده يضطر يجي مفتاح محل مثلا فيه إبريزين جنب بعض، حط له بدل يحطوا علبة رباعية حطوا علبة ثلاثية، في الحالة بده يضطر انه يشيل ابريز. فعشان هيك لازم برضو هالحكي تكون يعني ياخذ بعين الاعتبار. هلا مواصفات العلبه هاي الجانبيه، نفس الشيء بده يكون لما يقدم لك المقاول طلب اعتماد لهي العلب، بده يكون معها شهاده مطابقه للمواصفات الفلسطينيه، حتى تتاكد انه هاي العلبه عليها اجريت عليها الفحوصات اللازمه واثبتت نجاحها بهي الفحوصات. بدون هاي شهاده المطابقه انت ما بتقدر تعرف هل هاي العلبة يعني في عليها فحوصات، نجحت في الفحوصات ما نجحتش. يعني بتحطها وانت مش مطمئن، لا عشان تحطها وانت مطمئن بده يكون معها شهادة مطابقة للمواصفات. ايضا هاي العلبة بده يكون حسب المواصفات الفلسطينية انه سماكة جدران العلبة، سماكة جدران العلبة هاي بده تكون على الاقل 2 ملم، مش انه تكون سماكتها اي حدا يصيبها يكسرها، لا بده تكون هاي العلبة تتحمل البراغي، تحمل المفاتيح والابريز اللي بده يركب جواها، البطون او الطين اللي بده تيجي عليها، يعني مش اي شيء يكسرها او ينحكي يطعجها. فبدها تكون متين على الاقل 2 ملم اللي هو سماكه جدار العلبه. المواسير طبعا نفس المواسير اللي بنستخدمهم بالتمديدات السقفيه هم نفس المواسير اللي بنستخدمهم بالتمديدات الجانبيه، وزي ما حكينا لكل نظام بنستخدم احمر مثلا انذار حريق، اسود اناره الى اخره. ممكن كمان الابريز تستخدمهم لون الاسود، يعني اناره وابريز لون اسود، ما فيش اي مشكله. طيب هلا طريقه تنفيذ التمديدات الداخليه او الجانبيه. اول شغله التاكد من مواقع وارتفاع وحجم علب المفاتيح والابريز. هون في عندنا 3 شغلات لازم تتاكد منها: مواقع العلب حسب الشوب دروينج، ارتفاع العلب حسب برضو الشوب دروينج، وحجم العلب. لأن زي ما حكينا قبل شوي العلب ثلاثية بتفرق عن العلب رباعية، هاي بدها تكون صحيحة إنه يعني ما يكونش في عندك مشكلة هاي. إذا بالشوب دروينج المقاول بحط العلب حسب المخطط التصميمي وبحط عليه القياسات. هلا هون القياسات لانه انا في مرحله الطوب بكون عندي الجدران الداخليه مبينه، فممكن عادي ياخذ المسافه مثلا ما بين العلبه هاي وحفه الجدار، ما بين الحفه مثلا العلبه هاي الارتفاع والعلبه اللي هون. ف بحط لك كل القياسات على العلب، انت لما تطلع بتدقق على مواقع هاي العلب بكون معك الشوب درون، تاكد مثلا انه العلبه هاي مثلا خلينا نحكي مثلا جايه بعيده 30 سنتي عن الجدار او 50 سنتي عن الجدار الى اخره. اذا تؤكد مواقع العلب صح ولا مش صح. ارتفاع العلب، ارتفاع الابريز مثلا قديش 30 سنتي 40 سنتي حسب برضون التصميم او الشبدور، بده يكون ارتفاعهم كلهم واحد. يعني اذا 30 سنتي مثلا الارتفاع من البلاط لاسفل العلبه 30 سنتي كلهم بده يكون هيك الابريز، ارتفاع من اسفل العلبه الى البلاط 30 سنتي مش وحده، او شيء مثلا من البلاط لاعلى العلبه 30 سنتي، شيء من البلاط لاسفل العلبه 30 سنتي، لا بده يكون كلهم ايش كلهم جاي بنفس الارتفاع. المفاتيح مثلا ارتفاع العلبه المفتاح مثلا 130 سنتي لاسفل العلبه، بده يكون كل المفاتيح ارتفاعهم 30 130 سنتي من البلاط لاسفل العلبه. المفتاح مثلا قديش بعيد عن الباب، لما يكون عندي مثلا مفتاح قديش بعيد عن الباب مثلا 10 سنتي 15 سنتي، بده يكون عندك نفس العمليه كلها من نفس الآلية. التاكد من وضع العلب بشكل غير مائل. هلا الصح انه العلب هاي تكون هيك يعني دغريه مش فيها اي ميل، لانه اذا كانت العلبه مائله بكره المفتاح والاطار تبع المفتاح او تبع الابريز راح يطلع مائل، وهذا حكي مش يعني مؤذي للعين. التأكد من عدم بروز العلب والمواسير عن الباطون. هلا لما نحط احنا العلبة في الباطون في الطوب خلينا نقول،
ونحط المواسير، بدها تكون هاي المواسير وهاي العلب مش بارزه عن الطوب، حتى انه القصاره تغطيها، يعني تغطي ما يكون العلبه بارزه على القصاره. اذا كانت العلبه هاي بارزه كثير عن الطوب، بكره القصاره ما بتغطي، يعني بظل عندك العلبه بارزه على القصاره. لما تحط الاطار تبع الغطاء تبع المفتاح او تبع الابريل، بتلاقي انه في فراغ ما بين الغطاء وبين القصاره، هذا حكي مش صح. او بده يضطر القصير يخلي يخمل سمكه او طبقه القصاره، هذا حكي برضه كمان مش صح. نفس العمل بالنسبه للمواسير، بدها تكون مش بارزه، بحيث انه لما يقصر القصير عليها تتغطى وما تظلها بارزه. يحظر حفر الجدران او السقوف المكونه من الخرسانه العاديه او المسلحه خلافا للطوب لغايه تمديد المواسير، ويجب ان تثبت تلك المواسير على الطوبه. هلا في هاي الصوره طلعوا على هاي العلب، هلا هاي العلب جايه في واجهه من البطون، يعني هاي مكسرين واجهه، مكسرين. طلع هاي قديش كم علبه جايه في واجهه بطون. الاصل في واجهه بطون ان هاي مثلا واجهه الهدف انشائي حامل، فما لازم انا اضعف من هاي الواجهه بعمليه اللي هي الحفر او التحفير للبرابيج وللعب. عشان هيك في الاماكن اللي بكون في عندي واجهه بطون بحط العلب والبرابيج اثناء الطبار، وبعديها بصب وبثبتهم منيح في الطبار وبصب عليهم. هلا لما يفك الطبار ببين عندي ايش؟ ببين عندي العلب، والمواسير بتكون مخفية. هيك القوة الإنشائية للجدار بظلها موجودة وما بتتأثر. طيب، يجب أن يتم تمديد المواسير بأقل عدد ممكن من التقاطعات والوصلات والانحناءات، ويجب ألا تتقاطع مع الخدمات الأخرى. هلا لما يكون عندنا مشروع في أنظمة كثيرة وفي عدد كبير من التمديدات، راح تلاقي إنه في تقاطع ما بين المواسير نفسها، ما بين مواسير الأنظمة الكهربائية نفسها، وكمان في تقاطع ما بين مواسير الأنظمة الكهربائية والمواسير المخصصة للمي وإلى آخره. هذا حكي إلا ما يكون في تقاطع، مستحيل عن عندك مشروع ما تلاقي فيه. بس إحنا شو بدنا نحاول؟ نحاول إنه يكون في عند أقل عدد ممكن من التقاطعات. هذا حكي بيتم أخذه بين الاعتبار في الشروط، يعني لما الميكانيك يعمل مخططات والكهرباء يعمل مخططات، ويجب أن يلصقوا مع بعض، حيث إنه يكون مثلا مواسير الكهرباء جايات في جهة ومواسير الماء جايات في جهة. كمان مواسير الأنظمة الكهربائية، مواسير الإنارة، مواسير الأبريز، مواسير الإنذار الحريق إلى آخره، مواسير شبكات الكمبيوتر، التلفون إلى آخره. هذا حكي نفس الشيء، لما نحط يعمل شوب دروينج يجب أنه يأخذ بعين الاعتبار أنه يكون عنده أقل عدد ممكن من التقاطعات. لما يكون في عنده تقاطعات بدنا نحاول نعالج هذه التقاطعات، حيث أنه ما يكونش عنده الطبقة عالية ونضطر إلى رفع طبقة الطمم تحت البلاط حتى نغطي هاي البرامج. فممكن لما يكون في عندك تقاطعات زي هيك يتم الحفر مثلا تحتيهم، بحيث انه يتم تنزيلهم شوي، بحيث انه تكون طبقة الطمم اللي تحت البلاط عشان تغطي هاي المواسير تكون مش طبقة عالية. طيب هلا الانحناءات المواسير. هلا المواسير اللي بتطلع على الحيط، سواء كانت جاية على اللوحة او كانت جاية على الابريز، هاي الانحناءات تكون مش انحناءات حادة. انحناء البربيج او الماسورة اللي جاي مثلا من العلبة على راي على مكان اخر او من اللوحة، زي ما شايفين الانحناءات تكون مش انحناءات حادة، حتى انه يقدر البربيج او الكيبل يمشي بالبربيج بكل سهولة. بس اذا كان البربيج مطعوج او منحني في انحناء حاد، هذا حكي مش راح نقدر نمشي فيه لا سلك ولا كيبل. يجب أن يتم تغطية المواسير بالبطون بعد ما نخلص تمديد المواسير. طبعا احنا بنخلص المواسير، طب المواسير والعلب، وبنمد عليهم ايش؟ بطون على الأرض، حتى انه اثناء العمل سواء بالآليات او العمال
ما يتأذن هاي البرابيج، ما يطعجوا، ما يصير فيهم أي ضرر. عشان هيك يجب إنه نحط عليهم، نغطيهم بطبقة من البطون. هيك إحنا زي ما شايفين هاي الصورة بنحافظ على هاي البرابيج من إنه من أي ضرر قد يلحق فيها.